نجح الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية لتجويد القرآن الكريم بولاية أم البواقي وبالتحديد في عين مليلة، والتي ضمت أفضل القراء على المستوى الوطني، عجل بالتحضير لتصفية الطبعة الثانية إلكترونيا بعد جائحة كورونا. بعد نجاح الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية لتجويد القرآن بمشاركة 35 مشارك من ربوع الوطن، وفي ظل فترة الحجر الصحي وطلبات المشاركين، قمنا بفتح باب التصفيات تمهيد لانطلاق الطبعة الثانية لتجويد القرآن الكريم في مدينة مليلة في شهر أكتوبر. لحد الآن شارك معنا 62 مشارك ومشاركة، ومجال استقبال مشاركتين مفتوح إلى غاية 20 مايو. تقييم الأعمال يأتي تباعا لعمليات أخرى من تحميلها وترتيبها وتوزيعها على حسب الاختصاصات الأخرى. قمنا بفتح باب استقبال المشاركات عن طريق الواتساب، حيث لحد الساعة استقبلنا أكثر من 62 مشارك ومشاركة من 48 ولاية. الهدف الأسمى من هذا الإنجاز هو تقريب القراء من حفظ كتاب الله لمدينة عين مليلة والولاية ككل، ورسم صورة جمالية لمدينة عين مليلة، مدينة العلم والعلماء والشهداء. نجاح المسابقة من الموسم الماضي جعل شباب القرآن يقبلون على منافسة الموسم الثاني، والتي ستكون بعد 4 أشهر من تاريخ اليوم. بسم الله.